قال له دلني على شيء اقتصوا به الحديث. قال له قل لا اله الا الله. قال له خير ما قلت هذا النبي يقول الخس والعب. قال له رسول الله خير ما قلته انا النبي لا اله الا الله. ولا يمشي يفصلوا هذا الحديث قلت لا اله الا الله حصن يفصلوا. قال لك حروفها المصلحه لا فوكاسيون دو نونسيب قبل لا اله الا الله كومبورت سيت ليت 12 لتر. Si 12 lettres, c'est le nom ou bien le chiffre des mois, que ce soit solaire ou que ce soit l'éligible. Je vais vous donner quelques explications comme ça, marginales, pour que vous puissiez avoir le sens du mot de cette cause. عدد حروفها 12 حرف وهذه 12 حرف فهي عدد على عدد شهور السنه. عدد كلماتها أربع كلمات. الكفر ثلاث فقط. لا إله إلا هو. وهو عدد شهور حروف السنة. لي موا ساكري. دون لاني دو ليجيب لا كاتر مو. فقط. دونك لو نومبر دو مو كو كومبورت لا إله إلا الله سي كاتر مو. لا إله إلا الله. على عدد شهور حروف. Suivant le nombre de mots sacrés dans l'année de l'Égypte. Ibn Mulqala, la ilaha illallah, la ilaha illallah, hisni, on ne dakhala hisni, ou mina min adab. La ilaha illallah, c'est une enclave par laquelle, si on se met à l'intérieur de la ilaha illallah, on ne peut être atteint par aucun maléfique, que ce soit des djinns ou bien des savants. يعني كل انسان يحصل لا من الجن ولا من ولا من ولا من الحل ولا من الافات ولا من الرزاق جن اكسترا دونك اون ايت الابري دو تو داتات دو نيمبور كال جو كو سيسو. J'espère que je donne une explication adéquate. Là, je suis en train de m'exercer en me rappelant ce que j'ai connu pour un réalisme. Fa al-dhikru, comme l'a dit Allah, tabaraka wa ta'ala, fi hadhihi al-ayat, yakunu qiyaman wa qu'udan wa ala junubin. Qala Ibn Abbas, radiallahu anhu. Hna, Sadat, ماشي ذلك ودي يعني مشان ابن عباس قال ما عنديش ابدا كيفاش يفسر ما معنى القرآن في الجلوس قال لك ما عنديش البدر باش تقول ندير الرخصة ولا نتوصل كيفاش تقول راح ندير الرخصة يا با ديكسكوز لانفوكاسيون دو نو سبحان الله تي اوبليجي ترافيك يعني هاد الآية تدلك على أنك ما عندكش عذر على أنك ما تكونش من الذاكرين. ومن يعش عن ذكر الرحمن شيطان الله تبارك وتعالى يقيد له شيطان يكون له قرين. القرين ديال يكون شيطان يعني علاش؟ لانك لا تذكر الله تبارك وتعالى. ان عند ذكر الله تبارك وتعالى فهي زمره من الملائكه. انا بذكر الله تبارك وتعالى هي زمره من الملائكه تدخل القرين. فلا فوكاسيون دي نون سبحان الله سي ان انسومبل دو دونج وهم أرواح مورالية، سي دي زاد اون لوميير، تدخل إلى القلب، إلى غرفة القلب، كي با الضخ نتاع القلب، فلا سيركيلاسيون، لا بوتيت سيركيلاسيون، لا غون سيركيلاسيون، دونك سيت لوميير، إلي فيهيكيلي دون تو كور، كسوا دون لو كور انتيريور، أو بيان دون لو كور سوبيريور، سي دو الأنوار اللي تمشى لا في العالم هذا العالم تاع الذات تحت الماء. ولا في العقل وهي ارواح نورانيه تخرج من الدمن العالي مع العقل ماشي الانسان نوراني ملائكي لان الله تبارك وتعالى جعل في هذا الانسان النور والظلمه يعني جعلوه ملائكي او جعلوه شيطاني او جعلوه بهائمي اذا البهائمي يتجلى في الاكل والشرب والنكاح وخلطة النساء اذا كان في الحلال بالحلال فهو جائز اذا كان في الحرام فهو غير جائز ثم شيطاني شهادة الزور، نبي ما،
تحط في الناس تحت على حرمة الناس، حتى قال الله تبارك وتعالى: فهذه الناس ليتلوا في أعراض الناس أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Est-ce que quelqu'un de vous aime manger la viande de son frère décédé? Aucun étonnement. Et vous n'aimez pas ça. Celui qui mange, celui qui parle sur le dos de quelqu'un, il dit il dit ما يخلطوا يدخلوا في أعراض الناس، وكاين مجالس أخرى غير تاع الذكر، ما عندهمش الوقت باش يدخلوا في أعراض الناس، الوقت ديالهم لوغتون لي كونساكري على فوكاسيون ديال الله وهو الصلاة على رسول الله، يصلحوا بها في أخر الدنيا، كل صلاة يقوموا الصلاة ويديروا الفلو على غير القرآن ديال الله سبحانه وتعالى، لأن باش يجلبوا هذوك الملائكة السيارة اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر عليهم، ولله ملائكة سيارة. وحنا هنا خذنا في حديث غير هذا الحديث، الملائكة تمشي، الجلوس تاع الله تبارك وتعالى ما يكونش، حنا واش مربح عندنا إلا الجمع ديالنا ما كانش فيه ربي؟ الله وأنا جالس من يذكرني، يعني بمجرد ما تدخل واحد الحلقة يذكر فيها اسم الله إلا عرف بأن الله حاضر بك، عرف بأن الملائكة السيارة حاضرين بك، دي كو تي رونتر دون زون أسومبلي، وي يا دي جون كي أنفو كي نوصل الحمد لله. Dieu, il est là. Et pas par lui-même. C'est lui qui a dit. Il est témoin de lui-même. Je suis assis avec celui qui m'invoque. Il y a des anges qui circulent dans le ciel. Ils cherchent ceux qui prient Dieu à travers tout ce qui se fait. فإذا وجدوا مجلس يذكر فيه الله، s'ils y trouvent une assemblée où il y a invocation de Dieu, ils savent qu'il y a une assemblée. Parce que de là, il y a un éclair qui sort, qui est واحد الضوء يخرج من المجلس, il traverse les cieux. Ils le voient. Ils s'appellent, oui, ils rentrent en bas. Il y a un lado فيما بينهم. Ils s'appellent entre eux, هلموا إلى حاجتكم. Venez, on a trouvé ce qu'on veut. هلموا إلى حاجتكم لقد وجدنا. ما أمر الله تبارك وتعالى به أن نكون عليه ويجيروا ويحفونا بالجنيحة ديالهم ويجلسوا لنا ويقولوا معنا إن شاء الله وتنزل علينا رحمة الله تبارك وتعالى. هذا الحديث الذي ذكرناه في صلاة العيد أو في ليلة عيد الفطر، وهو أن جبريل عليه السلام يمس بأجنحته كل من أفطر صائما في شهر رمضان. وهذا الجناح نتاع سيدنا جبريل لما يلمس هذاك الانسان هذيك الرحمه تاع الله تبارك وتعالى تنزل على ذاك الانسان بمجرد انه اطعم صائما في رمضان. وهذه الليالي الفاضله التي يذكر فيها الله ويجتمع من اجل ذكر الله فهي فرع من الاصل. هي فرع من الاصل. سيت اون ديريفي دو لا سورس نتاع ليله القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل فيها الملائكة والروح. وهذه الليالي الفاضلة سي سواغي par lesquelles on invoque Dieu, c'est une lubrification en quelque sorte de la source mère de ليلة القدر. وليلة القدر عند ذكر الله تبارك وتعالى وعند العارفين هو كل ليلة يذكر الله تبارك وتعالى فيها، لأنها تتنزل فيها الملائكة وفيها الله تبارك وتعالى يجالس الذاكرين. وقس على ذلك يا أحباب رسول الله. إذا ابن عباس ماشي قال لك يشرح يعني الحديث في يعني في المصطلح ديالو، يعني خصك الله قاعد ومرك وواقف، إنما قال هذا الحديث يحذر أنه لا عذر لك. الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم، يعني ما عندكش العذر تقول لك انا مريض ما نذكرش ولا راني ما عندي ظهري وجعني ما نذكرش ولا راني عندي شي خاصيه ما نذكرش ولا عندي كذا ما نذكرش. لا، انك يجب عليك ان تذكر الله، قاعد تذكر الله واقف تذكر الله، لسان مرتوب من ذكر الله. الا يزال لسان مرتوب من ذكر الله؟ لقد كثرت علي هذا الصحابي الجليل الذي
جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله إن شعائر الإسلام كثر التحليل، دلني على شيء، قل لي على شيء يكون سهل. قال له ألا يزال لسانك تؤمن في الله؟ إن بمجرد ما يكون لسانك من ذكر الله هذيك محبة الله، وإذا كانت عندك المحبة تاع ربي كاع السوايع الآخرين يتبعوا، بقى تصلي في الوقت، بقى تصوم، بقى تزكي، بقى إذا كنت تكره تذكر الله، تكره ربي، تكره الشيء اللي جابه ربي. قال أحب الله، أحب ربي، قال أحب الله، قال كيفاش نحب ربي؟ يا سيدنا رسول الله ورينا كيفاش ندير ربي. قال أكثروا من ذكري، إذا إذا كثرت من ذكر الله راك تحب ربي، ما كثرتش من ذكر الله راك تكره ربي. كاينش واحد يقول له واش تحب ربي؟ يقول لك لا، يقول لك نحبه، يقول له واش راك تحب الله؟ يقول لك لا، يقول له والله راك تحب ربي. إن رسول الله اعطانا لا رسالة. Le prophète, il nous donne la recette par laquelle on adore Allah. Il a invoqué le nom suprême de Allah. Adhkurullah. Il a dit que le bas, 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 هذاك رفع لي القلم، هذاك ما يصوم ما يصلي ما يقدر رفع لي القلم. أما الذي له ولو بصيص من الفكر فهو مفروض عليه أن يسلم الدين. هنا سيدنا أبو بكر الصديق يخاطب هاد الناس اللي ما يذكروش الله، يخاطب هاد الناس الغافلين على ذكر الله، يخاطب هاد الناس اللي الله تبارك وتعالى قرن معهم قرين شيطاني، لأنهم أصبحوا تختصوا بهم هذه الآية ومن يعفو عن ذكر الرحمن، يعني يدخلوا في مجمل هذه الآية ومن يعفو عن ذكر الرحمن. واش يقول سيدنا أبو بكر الصديق؟ يقول يا ابن آدم يخاطبنا، يخاطب أولئك الغافلين، ولكن نحن نأخذ بجد ما يقولون. À travers le dire de Sidna Abou Bakr Siddiq, il parle avec ceux qui ont de l'orgueil. Les Tkbrou. Chigoul. Qu'il ibn Adam, khulikta min nuqtatin madina. Tu es fait par une goutte qui n'a pas de signification. Il parle des spermatozoïdes, qui sont microscopiques, si vous avez des connaissances scientifiques. Khulikta min nuqtatin madina. يعني خلق الإنسان من نقطة من مني يمنى، يعني النقطة التي تخرج من بين السلد والترائب، إنه على رجعه إلى قادر يمتلك السرائر، فما له من قوة ولا ناصر إلا الله هو الله. خلقنا من نقطة مديرة، شوف يعطيك الوصف ديالك شكون أنت، خلقت واحد النقطة اللي كاع ما تبانش مديرة، ما كانش أسينيفيون. وفي آخر عمرك جيفة قديرة. شو الإنسان مع هذا الحمار والحرارة إذا مات واش يقولوا؟ غادي يدفن ولا غادي يطرطق غادي يخمس غادي كذا. علاش؟ لأن هذيك السر تاع ربي ذاك النور تاع ربي مشى. وفي آخر عمرك جيفة قديرة وتتكبر على الله، تكبر على سيدنا ربي ما تذكرش الله. وسيدنا عمر أقوى من هذا الشيء. أمير المؤمنين إلى دي بلوس كو سا. قال له ابن ادم خرجت مخرج البول مرتين. اسمع تي سورتي بار دو كانو بار ليكال لورين سور. خرجت مخرج البول مرتين، خرجت من ذكر ابيك ماء وخرجت من فرج امك صبيا. وتتكبر على الله يوريك القدر ديالك. والله تبارك وتعالى يرفع من الإنسان، يقول أحبابي هم الذين إذا جن الليل وخلا كل حبيب لحبيبه أحبابي فرشوا الأفرشة وناجوني بكلام. فمنهم من هو متأول والآهية بكثرة الشكوى لله تبارك وتعالى، ومنهم من هو باكي، ومنهم من هو شاكي، ومنهم من هو كذا. يعطي الاوصاف تاع الناس الذاكرين الذين اذا الليل اسدر ظلما فان القلوب لربها تحن. الناس اللي يكون لها الوصف يذكرهم الله تبارك وتعالى في حديث القدسي يوصفهم لنا باش احنا نكونوا على ذاك النمط. يا احباب رسول الله
أحبابي ceux qui m'adorent. أحبابي هم الذين إذا يفهمون الليل باسكو لا نوي إلي لا. إذا الليل أسدل ظلما باسكو لا نوي طن. Ceux qui m'adorent, ils ont un rendez-vous avec moi. إذا الليل أسدل ظلما فإن القلوب لربها تحن. Leur cœur, chaque dame, ils viennent envers moi. Parce qu'ils savent que je les attends. Ils ont un rendez-vous. D'un واحد العهد مع ربي. Ils ont fait un pacte avec Allah par lequel ils vont l'invoquer de telle heure à telle heure ou de, dans tel endroit. هناك في حال في قول آخر وما بكت عليهم أرض ولا سماء. يعني هاد الناس اللي يقولوا ما يذكروش الله وما يحبوش الله وما يديروش في النصوص السماوية ما تبكيش عليهم الأرض والسماء لما يموتوا. يعني بحال اللي تهنات من الله يدخلوا تحتها وتزير عليهم الأرض ويخلصهم الله تبارك وتعالى في العذاب الأليم بما كانوا يعملون. ولكن هاد الناس اللي ذكروا الله تبكي عليهم السماء والأرض. يعني علاش؟ لأنهم كانوا يمشون على الأرض هنا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. هذو هما اللي باتوا الله تبارك وتعالى سجادا ركعا. يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الذكر الكثير هو أن لا تنسى. يعني الذكر الكثير هو أنك ما تنساش الذكر. ذكر اللسان الثاني. ذكر إذا ذكرت الله بلسانك ذكره معك جمل. الحجرة تذكر، الشجرة تذكر، الحيط يذكر. حتى كانوا الصحابة الأعزاء كانوا ما يمشيو يستجمروا ديك الحجرة المرفحة قد يسمحها تذكر الله. علاش؟ لأن ربي عطى لواحد واحد السمع خارج للعدم. يسمع النجوى تاع الحجرة وهي تذكر الله تبارك وتعالى. حتى عاودين في الحجرة يستجمر بها. يا بابا بوكو دو. Ils étaient obligés de se torcher par, en utilisant des pierres. Tu as compris le sens? Donc, lorsqu'il prend la pierre, il écoute qu'elle invoque Allah, il la pose, par respect. Alors, il dit Allah, tabaraka wa ta'ala, ta'am, wa hmi hassa, sa disa, wa hiya, inna wa ismaro, dhikr, l'hizan. Alors, quand nous qarbons Allah, tabaraka wa ta'ala, ya ahibaba rasulullah. هؤلاء الناس يسمون الله تبارك وتعالى قال اعطيهم ثلاثة. يعني هؤلاء الذين اذا جنوا الليل وخلا كل حبيب لحبيبه يقول على هذيك الصفة بيعطيهم ثلاثة اصوات. قال يقبض قبضة من نوره ويكذبها في قلوبهم. يبغوا يبغوا دو سا لوميير ديفين كي نبا تفهم لان هي سورتي de Allah, il n'a pas de femme. Donc cette poignée de lumière, il la lance dans ton cœur. Il la met avec le diable. « Aqbidu qabdatan min nuri wa aqdifuha fi qulubi » Il dit « Bimal Allah la yifna » C'est-à-dire qu'il qabda la tfinaj. Ou tu prends avec le qabda ta nour, tu sais, wa khatmou, tu peux te dire. L'inna Allah tabaraka wa ta'ala l'ma yakul Jibril. Inni uhibbu fulan, fa ahibba. هذيك المحبة تاع سيدي ربي تمشي تبقى أزلية سرمادية للأبد. وهذيك المحبة تاع جبريل تبقى لأن ربي أمره. شوف حنا هنا غير في الحس لما سيدنا يعطي واحد المرسوم لواحد يعينه واخا يموت يبقى مرسوم. شو واخا العامل يخرج من الخدمة ديالو يبقى يقول له سيدي العامل. علاش؟ لأن مرسوم ملكي شريف وهذا مرسوم نتاع الله تبارك وتعالى خص بها العبد وهي انه احبه الله. يا احباب الرسول ان قال اقبض قبضه واقذفها في قلوبهم قال وثانيها لو كانت السماوات والارض من موازينهم لاستخدمتها لهم وثالثها اقدم عليهم يجيب. شوف الاول خلقت من نقطه بادره وفي اخر عمرك جفه قادره. خرج المخرج البولي مرتين من كذا وكذا وثالثها لما ترفع الهمه ديالك وتسمو من مقام الضعف الى مقام القوه بذكر الله تبارك وتعالى ربي يجي عندك. اقدم عليه بوجيب. اترى من اقدم عليه بوجيب ما ترفعتين؟ اذا واش تبغى؟ واش تبغي تبقى في الحاضر وتبقى في المقام تاع الذل والهوان وتاع
الشيطان القارين ديالك وانت العياذ بالله جيفة قادرة ولا ترتفع وتولي في مقام على عينين في دار الدنيا، لأنه من لم يدخل جنة الدنيا لا يدخل جنة الآخرة. واش هي جنة الدنيا؟ واش هي جنة الدنيا؟ ها الحلق تهديك، ها الحلق تهديك، هذا فرع من الأصل. هذه الحلق تهديك التي تحفها الملائكة وتخشاها الرحمة ويذكرها الله تبارك وتعالى في من عنده، يتبالى بك الله ربي يحس يحس بك وحس بك، ولكن يحس بك واحد العالم اخر، عالم روحاني ماشي عالم ظلماني يا احباب رسول الله. اذن يزيد هذا ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون. يعني كثر ذكر الله حتى يقولوا الناس يقولوا هذا مجنون. اذن باش الناس يوصفوك بمجنون؟ باش نقولوا هذا مجنون؟ يكون عنده خلق العاده، ما يكونش كعامة الناس، يعني يبان عليه واحد الوصف الذي يختلف عن الناس. اما يذكر بالعمر، اما يذكر بالجهل، اما يذكر بشي واحد الصفه اللي هذا هو يقول لهم اه دي هذا راه مجنون، راه مجنون. وهذا من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا يقول: اكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون. يقولوا مجنون ولا حرج عليك، كر على راسك، نقز، زقي، اذكر الله، ولكن يجب ذكرك ان يكون مقرونا بالمحبه. اللي عنده المحبه ما خلاش تحب. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين.